استاذ عثمان محمد صالح، يعني انتم بتتوقعوا شنو يعني كردود فعل على الشيء اللي حصل ده؟ يعني في ناس برضو الكثير من الناشطين والناس المهتمين والسوار وكده بيكتبوا انه ما في داعي للمفاوضات بعد ده خالص، المفروض تقيس. لكن انت تقييمك شنو للحاجة دي؟ شنو المفروض يحصل؟ طيب الان جماهير مدينة المبيض بإصرار كامل كرد فعل لهذه الاحداث انهم حيصعدوا العمل الجماهيري والنهوض الشعبي في مدينة المبائر المناطق في ولاية شمال كردفان، والمطلب انه حكومة مدنية لهذا العسكر. الان في مفاوضات بتسلم الان الحكم لحكومة مدنية. اهلا وسهلا. ما فيش الناس حتصعد العمل بتاعها وبطالبوا بحكومة مدنية. حتى ممكن الناس يتجاوزوا المفاوضات ويتجاوزوا المفاوضين ويطالبوا بحكومة مدنية مباشرة بدون تفاوض وبدون مشاركة العسكر. شكرا للأستاذ عثمان محمد صالح المحامي والقيادي بقوى الحرية والتغييتي لراديو دبنجا بشأن جريمة مقتل المتظاهرين من الطلاب العزل بواسطة قوات الدعم السريع. وشكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بقية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.